صباح الخير، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه على كل يعني مشاهدي برنامج توتا سيكريتس وسر جديد من اسرار توتا. وزي ما عودناكم ان احنا بس ما بنهتمش بحواء وبنهتم بالست، بنهتم بالست وبنهتم بالراجل، بنهتم بالطفل وبنهتم بكل حد من افراد الاسره. بس طبعا خليني قبل ما ابتدي حلقتي ارحب بحبيبتي وصاحبتي البروفيشنال موديل توتا حسن. ازيك يا توتي؟ اهلا يا حسن. ايه القمر ده؟ كل مره بنحلو. لا وانتي كمان حبيبتي. حبيبه قلبي، اهلا ومرحبا بكم اعزائي مشاهدي برنامج توتا سيكريتس. حلقه جديده وسر جديد من اسراري. سر توتا عزيزتي حواء في فقرتنا القادمه ان شاء الله هو سر نضارتك، سر شبابك الدائم، سر تميزك عن الاخريات. واكيد السر ده هتقول لنا خباياه خبيره التجميل مدام شيماء عبد الله، صاحبه براند لورانزو لمنتجات التجميل الطبيعيه وراعي رسمي سبونسرشيب برنامج توتا سيكريتس. ولكن قبل ما ارحب بيها بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن كافه العاملين بقناه الصحه والجمال واعزائي مشاهدي برنامجي توتا سيكريتس وماي فانز على البيج بتاعي توتا حسن، بنهني الإعلامية الجميلة الرقيقة بمناسبة خطوبتها إيمي طرطور لمذيع راديو الرائع صاحب صوت تغريد البلابل والعصافير ورئيس تحرير برنامجي المذيع الرائع محمود حسن. ألف مبروك إيمي محمود، أرق التهاني والأمنيات بحياة سعيدة. حالتي مرسي جدا على التهنئه الجميله دي وفرحتيني مفاجاه حلوه قوي ان انا في البرنامج. تملك على خير ان شاء الله. حالتي مرسي جدا ليكي ودايما يا رب متالقه يعني حبيبتي. وان شاء الله سيزون حلو جدا وقوي وسر جديد من اسرار توتا معانا ان شاء الله. كلمينا عن سرنا بتاع الفقره الاولى بقى. سر نضارتك وسر جمالك الدائم وشبابك الدائم. دعوني ارحب بضيفتي الجميله والعزيزه وصديقتي مدام شيماء. ازاي حضرتك منورانا في اللوكيشن؟ صباح الخير يا توتا. صباح الخير يا امين. منورانا النهارده في برنامج توتا سيكريتس. ايه النضاره دي؟ ايه النضاره دي؟ ما شاء الله. عارفه لما يكون صاحب المنتجات بيستخدمها لنفسه. ميرسي يا حبيبه قلبي. طبعا انا في البدايه بشكركم على البرنامج والف مبروك يا امي. الله يبارك فيك يا اول الزفاف ان شاء الله. وطبعا ميرسي ليكي وميرسي اسره القناه. احنا اللي لينا شرف ان حضرتك تكوني راعي رسمي لبرنامج كبير للبرنامج. طبعا بدايه حابين نقول لحضرتك وتوضحي لنا للساده مشاهدي البرنامج من خلال سيادتك ايه هو براند لورانزو لمنتجات المنتجات التجميل الطبيعيه، ويا ريت تكلمينا عنه بشيء من التفصيل. المنتجات كلها بنتكلم فيها على ازاي ان احنا نستغنى عن اي مواد فيها كيميكلز ونبدا نلجا للمواد الطبيعيه. سواء من صابون استخدام البشره بيستخدم في علاجات للبشره، سواء لحب الشباب، للتفتيح، لنضاره البشره عامه. بنلجا كله للمواد الطبيعيه دون المواد اللي فيها كيماويات كتير. اوكي. طيب عايزين برضو نعرف بدايه حلقتنا جات لك ازاي فكره لورانزو؟ يعني ازاي قررتي انك تعملي براند مثلا باسمك وقررتي انك تعملي منتجات كلها اورجانيك ما فيهاش اي كيميكالز خالص؟ الفكره جات لك ازاي؟ الفكره جات لي ان انا اولا بلاقي الناس بتعاني كتير من المنتجات اللي فيها كيميكلز، زائد ان انا بحب الطبيعه جدا، بحب الزيوت، بحب ان انا اصنع شيء طبيعي ان انا استخدمه. فجات لي الفكره عن الطريق دوت، خصوصا ان في اوروبا دلوقتي بيستغنوا عن المواد اللي فيها كيميكلز كتير وبيلجأوا للمواد الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها حاليا. هي احسن بكتير ومش مضره برضه. انت فاهمه الحاجه اللي فيها زيوت اكتر طبعًا. بتبقى بس هي عامه مش منتشره في السوق يعني بشكل اكتر، لان هي بتبقى تكلفتها تكلفه اعلى من الكيميكال، بتبقى اعلى بتاعتها جدا. حضرتك كلميني عن محتويات باكج الحمام المغربي اللي بتتميز بيه ومعروفه لورانزو بيها. الحاجات الجميله بقى. يعني حضرتك يا ريت تقول لنا الماتيريال بتجيبيه منين والباكج عباره عن ايه؟ الماتيريال بيبقى من المغرب. من المغرب؟ اساسي من المغرب كلها ولا في حاجه بتجيبيها من مصر؟ لا لا، كله مغربي، لان هو اساسه اوريدي منتج مغربي. اوكي. وهم افضل ناس بيصنعوه، والاساسي اساسا يعني المواد الخام فيه ممتازه. اه. فطبعا الباكج فيه الليفه المغربي، فيه الصابون المغربي باختلاف انواعه. في عندي الصابون العادي، صابون بزيت الارجان، صابون بعشبه اسمها النيله الزرقاء، اسم غريب طبعا. اسم غريب شويه. عندي العقر الفاسي،
الباكج فيه اعشاب خاصه بالجسم، اوكي، الباكج فيه الطمي، طمي مغربي زي ما احنا شايفين قدامنا كده. المنتجات يعني انا عايزه بس افهم ده ايه يعني، ده الصابون؟ اوكي تمام. ده الصابون القطع اهو كده، ده صابون الورود بالظبط. ودي ليه فرق؟ ايه الفرق بين كل لون ولا دي الوان بس؟ لا في فرق طبعا، في فرق ان دي مش الوان. في اللي بالاعشاب الطبيعيه، في عندي بالسبع اعشاب المغربيه خاص بالبشره، وفي زيوت طبيعيه، وفي عندي الاخضر بالليمون زيت الليمون، في عندي بزيت اللافندر والصبار، في عندي بالورد طبعا ده وزيت الورد طبعا. طبعا ده بيبقى منتج تحفه لوحده لانه بيبقى بيور خالص طبعا. يعني الالوان دي كلها طبيعيه، الالوان كلها طبيعيه خاصه بالاعشاب اللي هي بتكون موجوده اللي فيها، اللي هي من مكوناتها. واللي قدامها ده سكراب ولا ده ايه؟ ده سكراب خاص بالجسم، سكراب بالزيوت فقط، بيفتح بيبيض البشره، بيعمل ما بحتاجش بعدين ان انا احط بادي لوشن خالص. يعني هو بديل البادي لوشن، بديل البادي لوشن، وبديل ان انا بعمل عمليه تقشير طبيعيه للجلد في نفس الوقت بغذيه. بيتماشى معايا في الصيف، بيتماشى معايا في الشتاء، بيقلل من السيريوليت، بيدي البشره شباب دائم. طب احنا قبل بس معلش نقطع حضرتك، معانا عمر من القاهره. صباح الخير يا عمر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. الاول بس انا بشكركم جدا على البرنامج الجميل دوت والقناه المحترمه ديت. ميرسي يا فندم. وبشكر توتا اللي منورانا وبتدينا طاقه ايجابيه الحقيقه، يعني قبل ما اروح شغل يعني دي حاجه جميله جدا جدا. ويا ريت بس برضو احنا بنتمنى ان البرنامج يكون 3 ايام في الاسبوع بدل يوم ان شاء الله. هنتكلم النهارده ان شاء الله في سيزون جديد ان شاء الله. سيزون جديد باذن الله. طبعا بشكركم. انا والله انا اول مره اعمل مداخله. نورنا يا فندم. البرنامج بس انا الحقيقه البرنامج شدني يعني، لانه يعني بيديني بصراحه يعني قبل ما انزل شغلي طاقه ايجابيه جميله جميله. السؤال بتاعي بقى، انتوا دلوقتي في اعشاب طبيعيه بتتكلموا على السيدات، هل ما فيش حاجه للرجاله يعني؟ ما الناس لا ان شاء الله اكيد عامله يعني. يا توتا يا ريت والله. لا ان شاء الله يا فندم. وميرسي جدا لمداخله حضرتك. ميرسي جدا لمداخله حضرتك يا فندم. طب معلش معانا برضو مكالمه ثانيه. مدام طهره صباح الورد. مدام طهره. لا ده مدام طهره لازم عشان مدام طهره كاتبه معانا تقريبا في مشكله في الخط. مدام طهره صباح الورد. طب شكرا. تتصل ترجع تتصل تاني بينا باذن الله. والناس رد بقى على السؤال استاذ عمر، منتجات الرجاله يعني. المشكله لما بنيجي نتكلم على منتجات تجميل بنخصها بالسيدات فقط. لا احنا دايما عندها مشكله ان اي حاجه خاصه بالبرامج بتاعتنا دي بنهتم بادم، ما بنهتمش بالاصل. حضرتك احنا هدف يعني توتا سيكريت هو الاهتمام بحواء بادم لاجل ادم. اوكي. يعني احنا بنهتم بان حواء تطلع في احلى وازهى شكلها علشان الاهتمام للعيله كلها. ما هي حواء اللي هتوصل المنتجات للبيت بالظبط. لا يعني انت عملتي لادم. اسفين لمقاطعه حضرتك. معانا مدام طهره رجعت تاني. مدام طهره صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا فندم، منورنا في توتا سيكريتس. ده نور حضرتك. ده نورك حبيبتي. ازيكم عاملين ايه؟ تمام تمام. مدام طهره من الناس اللي انا سعيده جدا بمداخله سيادتك، لان حضرتك من ابرز المتابعي وماي فانز على توتا حسن. ومدام طهره حضرتك منورانا. ده نورك حبيبتي. ده نوركم. الف الف مبروك على البرنامج. ثانك يو مدام طهره. شكرا. العفو حبيبتي. العفو. لحضرتك اي سؤال يا فندم؟ كنت عايزه اسال الضيفه عن ايه افضل يعني طريقه للتعامل مع البشره الدهنيه. أوكي. او لنضاره البشره الدهنيه. المشكله اللي بتواجه كل السيدات. كل السيدات يعني المشكله صح. مشكله البشره. مدام طهره ميرسي جدا لمداخله سيادتك، وان شاء الله تعودينا بالاتصال مرات ومرات باذن معاكي تاني يا شيماء. معلش سوري بقى، مكالمات كتيره جدا على البرنامج واحنا مش عارفين يعني نبقى في اي ولا يهمكم. معاكم ولا اي حاجه. اتفضل. انا بسال سيادتك سؤالنا بقى اللي تقوله لنا، بما انك خبيره في التجميل، هل وصلتي لدرجه خبيره؟ هل الاكسبيرينس دي والخبره دي خدتيها نتيجه دراسه انت حصلتي عليها، ولا نتيجه احتكاكك اوريدي بالشغل في المجال ده في السوق؟ هو بصراحة الاثنين. اوكي. دراسة طبعا. انا خريجة كمبيوتر، كلية بنات قسم كمبيوتر، فطبعا يعني ماليش علاقة بالتجميل. بعيد التجميل خالص. بعيد كل البعد. لاين ده لاين وده لاين تاني. لا بدأت بعد كده ان انا اخد كورسات في التجميل. بدأت بالكورسات المغربية. ايوه.
وبعد كده طبعا اتجوزت وسافرت وقعدت في السعودية، وزوجي بيشتغل في المجال بس كيميكلز، مدير شركات بس في المجال ده الكيميكالز جوزك بقى. منافس بقى، ده منافس ليك. منافس ليك. انا بقى اخدت ده انا اللي بقيت منافس لا ليهم بس انت دلوقتي، منافس لان انت بدون كيميكال خالص. بدون كيميكالز خالص. فطبعا خدت الخبره من الاسواق، اوكي، من يعني الكورسات اللي انا باخدها درستي في التصنيع، يعني دراسه، حضرتك درستي يعني. دراسه كل شيء، لان كل شيء ليه معايير معينه في الاستخدام. ما اقدرش ان انا استخدم احط مثلا زي سيما بنقول ايه معلقه من كذا ومعلقه ما لا ما فيش، لا مفيش لا الكلام ده. لا، في المنتج نفسه بكل معايير بالجرامات، لان لو زادت بتضر ولو قلت ما بتفيدنيش. ايوه اوكي. فلازم يبقى في يعني ستيب ثابته معايير ماشيين خاصه. عليها. صح. طب الشركه الفتره الجايه هتقدم منتجات تانية غير المنتجات الجميله اللي احنا شايفينها دي؟ طبعا عندنا لاين تاني، منتجات اكتر بكتير ان شاء الله تقول من لنا نزلات عليها باذن العرق، الله. من الحاجات الخاصة بالأطفال. طب كويس. طب هي احنا معانا كويس جدا. مداخلة جميلة من مدام مروة. صباح الورد يا مدام مروة. صباح العسل على الحلوين كلهم. حبيبتي تسلمي. يعني انا بحب قوي الناس الصاحية كده زينا طبعا. الصبح وبتتابعنا وبتتابع كل حاجة تخص طبعا. المرأة. طبعا احنا لازم نصحى لكم مخصوص اصلا، انتوا احلى برنامج فعلا بيدي. انت عايش كده حبيبتي. الصبح. حبيبتي ميرسي جدا، ميرسي لمتابعة حضرتك احلى مدام تودة مروة. واحلى اسراء ونورنا النهارده. امي امي لا انا كده هزعل. امي عليا. امي اتفضلي. احلى حاجه النهارده عملتوها البراند لورانزو، ان هو حاجات طبيعيه، واحنا بنعاني ان احنا مش لاقيين حاجه طبيعيه اصلا. طبعا الفتره دي فيها حاجات كيميكالز كتير ومش اورجانيك، فاحنا لما نلاقي براند بيتعامل مع الحاجات اللي يعني اللي ما فيهاش كيميكالز دي حاجه كويسه جدا. جربتي المنتجات ولا لسه؟ لا انا حابه بقى اجربها، وحابه الحمام المغربي، وعندي مشكله بسيطه كده نفسي اتواصل فيها مع مدام شيماء. اتفضلي يا فندم. عندي مشكلة في تساقط الشعر جامد، يعني بعاني منها بطريقة غريبة. اوكي اكيد ليها زيوت واكيد هترد علينا. كلنا بنعاني من نفس المشكلة. اكيد. وميرسي لمداخلة حضرتك جدا يا مدام مروة. ميرسي لحضرتك قوي. ميرسي لحضرتك يا فندم. شكرا. مبروك بالتوفيق دايما. ميرسي يا فندم. الله يبارك فيك يا فندم. حضرتك قلتي لي قبل الحلقة أماري انك اشتركتي بمنتجك في مهرجان الطايف بالسعودية. ممكن تعرفي مشاهدي توتا سيكريتس تفاصيل اكتر عن الحدث ده، وازاي منتج لورانزو اشترك باسم مصر وصنع في مصر ورفعتي اسم مصر في مهرجان كبير زي مهرجان الطايف؟ لورانزو اشترك في مهرجان الطايف ما كانش لسه لورانزو. اوكي. اوكي. اشترك كمنتجات. اوكي. فاشتركت في مهرجان الطايف. طبعا المنتجات كانت لقت اقبال غير طبيعي. ايوه. من الناس طبعا، يعني قدر الجمهور يعرف يعني ايه يستخدم مواد طبيعيه. مهرجان الطايف ده مهرجان بيتعمل في الطايف. في المملكه العربيه السعوديه. ده في السعوديه طبعا. دخلوا شركات كتير جدا. أيوة. ومصانع، وكله بيعرض المنتجات بتاعته، والحمد لله المنتجات كلها نجحت هناك. من سكرابات كويس زيوت جدا. من سكرابات زيوت شعر، صوابين، منتجات الحمام المغربي، زيت العود، كله نجح هناك الحمد لله. هي منتجات حضرتك كلها هنا في الحقيقه. ميرسي. هي حلوه عشان شايفينها بعيونكم. حبيبتي ميرسي. ممكن تردي على سؤال مشاهدتنا جميله؟ انا عماله اكتب الشعر. الاسئله. يعني اتفضلي يا ام. مشكله تساقط الشعر اللي كل الناس بتعاني منها، منتجات لورانزو ازاي خدمت يعني حواء او ادم او وات ايفر يعني الشخص اللي بيستخدم منتجات في تساقط الشعر؟ عندنا في منتج مكون من 7 انواع زيوت مع بعض، ده بيستخدم انهي منتج فيهم اللي هو السيروم ده سيروم ولا ده ايه؟ لا لا ده مش سيروم. ده طبعا اللي ورا ده زيت اسمه زيت الحش الاخضر، ده بيجي من المغرب. في زيت سوري اسمه القطران، اسمه هو اسمه كده منتج الخامات. انا هجيب القطران احطه على شعري. لا لا على فكره زيت مفيد جدا جدا لجذور الشعر بشكل غير طبيعي. ده لحضرتك السبراي ولا دول؟ لا ده مش سبراي، دي منتجات، ده 7 زيوت في بعض. لا الكبار. الكبار 7 انواع زيوت مع بعض، بتعمل على تغذيه بصيله الشعر. طبعا احنا بنستخدم الزيوت استخدام خاطئ جدا، ان احنا بنحط الزيوت ونسيبها على شعرنا. طبعا ده شيء غلط جدا، لانها اوريدي بتسد المسام. طب الحل ايه فيها؟ الحل ان انا بستخدم الزيوت بحطها على شعري كله لمده نص ساعه او ساعه بالكتير، ساعه اكتر شيء. يعني لازم يتغسل بعديها؟ ما يستاهلش. ساعة ويتغسل بعديها. الناس اللي بستخدم عليه بوني حراري، بستخدمه تحت استشوار، تحت حمام مائي،
المهم هو بيستفيد الشعر في خلال الساعة دي، فقط بعد كده أيه. بس فوطة بشيل ببخار الزيوت، ممكن لو اللي فوطة ما عندوش ببخار، كده؟ كله حسب الإمكانيات المتاحة قدامه. اوكي حتى لو حطيته وسبته لمدة من ساعة لساعتين ده كافي تماما. اوكي آه طيب، عايزين نعرف برضو المنتجات دي تصلح للأطفال ولا هي فقط لسن معين؟ عندنا زيوت تصلح للأطفال، عندنا صابون أطفال وصابون أعشاب طبيعية برضو بتصلح للأطفال. آه المنتجات بتاعتنا شاملة الأسرة كلها، يعني من أي الزوجة سن تدلع 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 البيت كله. بس طب كويس. طب بالنسبة للطم، انا شايفه انواع او الوان، هو في فممكن انواع. حضرتك تقولي انا عاجبني الوان الحاجه قوي يا توتة. ايوه قوي. لا هو كمان هو معلش، لا سؤال قبل بقى السؤال ده، هو مين اللي عامل، حضرتك اللي مختاره طريقه البراند كده الديزاين والالوان؟ اه ده حلو جدا، جميل جدا، حلو قوي، بس حوا يعني حوا 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 فعلا صح. انا شايفه ان الطمي ثلاث انواع، ممكن حضرتك تكلمينا هو عن الطمي ثلاث انواع على فكره. دي مش طمي بس، في طمي خاص بالجسم وفي طمي خاص بالبشره. يعني دي ماسكات طمي، ماسك خاص بالجسم وبيدخل ده في الباكج المغربي. اوكي يعني داخل الباكج عندنا، داخل الباكج في الطمي الخاص بالبشره وداخل الباكج برضو الطمي الخاص بالجسم. اوكي طب والسكراب ده للجسم ولا للبشره؟ السكراب للجسم. سكراب للجسم، للجسم، وبعدين بيتماشى مع الاسره كلها سواء اطفال سواء الزوج طبعا بيقدر يستخدمها. ده ما فيش عندنا منتجات اسمها خاصه بالسيدات فقط، المنتجات خاصه بالاسره كامله. طب هل حضرتك هتعمل لنا سكراب للوش بس؟ طبعا في سكراب للوش، هو في اوريدي في اوريدي، انا جايبه يعني جزء من المنتجات ان شاء الله في لقاء وان شاء الله المره الجايه باذن الله هجيب لكم. هل هيتم تصدير بقى منتجات لورانزو بره مصر ولا انت الفتره دي فقط بتغطي السوق المحلي؟ الفتره دي احنا بنغطي السوق المحلي. اه طبعا فتره التصدير اوريدي. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ان اوروبا من اكتر المهتمين بالمواد الطبيعيه، رغم انه بيصدروا لنا احنا الكيميكلز، بس هم اكتر ناس مهتمين بالمواد الطبيعيه لانه مغذي اكتر. اه طبعا هو مغذي اكتر، مع الايفكت بتاعه احسن، احسن بكتير طبعا. مع الوقت بيخلينا طبعا في تغذيه مستمره طبعا، مع الوقت بيخلينا ان احنا ما نحتاجش البوتوكس الفيلر، ما بنحتاجش، البشره بتبقى في حاله نضاره دائمه. حضرتك اتكلمتي عزيزتي المشاهده اللي سالت دلوقتي على تساقط الشعر، بسال حضرتك هل لورانزو عامله حاجه لتتقيل الشعر وتطويله؟ ما هو تتقيل الشعر السبع زيوت داخل فيه تنعيم الشعر، داخل فيه التساقط، داخل فيه ان هو يتقل الشعر. أوكي. وزيت الحشيش الاخضر، وزيت لو حد اي عمل سيرش مثلا على جوجل هيعرف الفوائد الخاصه بيهم، هم نادرين الوجود يعني شويه، واللي معانا بيور تماما. حضرتك قصده ان خامات لورانزو تيجي من بره كلها؟ اه هي بتيجي فعلا من بره. انت قصده ده لانه عشان تطلع منتجاتك بالشكل ده؟ لا هو ممكن يكون ما في زيوت موجوده كتير في مصر، هي ولا مش حته برضو ان ما في زيوت، انواع الزيوت متخصصه لبلدان معينه بالظبط، فانا بجيب المنتج من بلده. ايوه عشان يبقى منتجك بيور بيور. احنا معانا استاذ سعيد من القاهره. صباح الخير يا استاذ سعيد. استاذ سعيد صباح الخير، نوطي صوت التلفزيون شويه ونسمع من الفون، في مشكله في الاتصال. طب حاول تصل بينا تاني، تقريبا الخط قطع. عايزين بقى نعرف يعني انت في مجال شغلك ده بقالك كام سنه؟ سبع سنين. سبع سنين وخلال السبع سنين انتجتي ده منتج الشركه كامل الفتره دي؟ منتج كامل، ونفسه المنتج اللي اشتغلت عليه في السعوديه. هو نفس المنتجات، وطورنا منتجات اكتر. كل ما حضرتك ماشيه في اللاين نفسه بيقابلك منتجات بيحصل فيها تطوير. طبعا ده مش نابع من التعامل فقط، نابع برضو من الدراسه طبعاً. لان ما بيقفش طبعاً. يعني لكن ما بيقفش المعلومات، وكل يوم بيكتشفوا جديد، ولازم تكوني واخده المعلومه يعني مجربه بمعنى اصح. يعني ده اللي يخليني اقول لحضرتك لورانزو ابتدى في السعوديه وبقى براند معروف، بس مش باسم لورانز. وبقى دلوقتي معروف. احنا كمان يا استاذ سعيد. استاذ سعيد صباح الورد. صباح الخير يا فندم، سعداء جدا ان ادم بيتابع معانا الصبح الساعه 9 يعني جدا ربنا يخليكم منورين الدنيا كلها. ميرسي جدا يا فندم، منورين الدنيا كلها، وسلامي وتحياتي ليكم جميعا. ميرسي يا فندم.
بالتوفيق دايما ان شاء الله، بالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. ميرسي حضرتك، مداخلتك مميزه جدا بالنسبه لنا، لانه هو ده هدفنا في برنامج توتا سيكريت، انه كمان ادم يكون من متابعي البرنامج، وان احنا نفيد ادم كمان. حضرتك نورتنا وميرسي جدا ليك. شكرا سعيد. للاسف 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 طبعا احنا دايما بنزعل جدا لما بنختم فقره جميله زي شبيهه فقره شيماء. لا طبعا بس ان شاء الله هتبقى معانا، ان شاء الله معانا الفتره الجايه طبعا. سبونسرشيب البرنامج اصلا منورانا كل حلقه وكل يوم باللوجو بتاعك، ومنورانا جدا بمنتجاتك. كنا سعداء بيكي في توتا سيكريتس، وكل مره سالك دين اسرار توتا نهتم بادم وبحواء وبكل فئات المجتمع. انتظرونا بعد الفاصل وسالك دين من اسرار توتا، ومعانا ميسيو محمد صادق الصغير خبير التجميل، هيكلمنا بقى عن كل ما يخص المراه وبرده كل ما يخص الرجل، عشان ما نقولش ان احنا بندلع. وسالك دين من اسرار توتا هيبقى سالنا ايه الفقره الجايه توتا؟ التالق، سر التالق. استنونا بعد الفاصل، ما تروحوش اي حته، استنونا. وعدنا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وسر جديد من أسرار توتا. سر الفقرة اللي جاية سر تألقك. سر التألق قد إيه تبقي على طول متألقة، لوكك رائع طول الوقت. وده طبعا اللي هيقوله لنا ضيفكم وضيفي ميسيو صادق الصغير، صاحب صالون صادق طب بالمهندسين، وقريبا فرعه الجديد بحدائق الأهرام. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. في بدايه حوارنا مع حضرتك حابينك تقول لنا ايه هي طرق علاج الشعر التالف، وخاصه ان دي بتشتكي منها معظم سيدات مصر. طبعا اهلا وسهلا بالبرنامج وضيفنا، نورنا النهارده، ميرسي جدا ليكي. اول نقطه عايزين نتكلم فيها اللي هي عامه تغذيه الشعر بحمام الكريم والمسكات المفيده جدا للشعر، ودي اللي طريقتها عن طريق حاجه معينه ان انا استخدمها ازاي مع الفيتامينات المفيده جدا للجسم. أوكي. بمعنى اصح الماسكات تستخدميها في توقيت معين بالليل بالاخص قبل ميعاد النوم. اشمعنى ده؟ لان هو جسمك عامه بيفرز هرمونات بتفيد الشعر وانت نايمه، دي اول حاجه. ثانيا الحمامات الكريم اللي بتستخدميها عامه في الشارع او ايا كان بعد ما تستخدميها بيبقى فيه بصيلات بتتدمر من عوادم من الاتربه وده كله، فلازم تستخدمي الحمام الكريم دوت او الماسك قبل ما تنامي عشان يبقى هو الشعر بيتنفس بالليل قبل ما تنامي. ده الناتج الاخص للحمام الكريم او تغذيه الشعر التالف بالاخص بالليل. طب حابين نقول نسأل حضرتك عن مشكله بتواجه ناس كتير الفتره يعني اللي فاتت، انواع الصبغه، وان في صبغات كتير مضره عملت للناس زي سايد افكت كده وخلت الشعر بينزل اكتر وبيتساقط اكتر. خلينا نتكلم على موضوع الصبغه دوت، مفيد جدا وبالاخص في التوقيت ده، لان في بعض الصالونات حاليا بيستخدموا صبغه اللي هي بتبقى فيها فري امونيا صعبه جدا حاليا، والفري امونيا بموضوع صح هو اللي هي نشادر. تمام. وفي انواع كتير جدا بتنتج عنها اللي هي الصبغه الزيت اللي هي بتبقى مش مضره للشعر خالص، ودي بتبقى موجوده في الصالونات اللي هي يعني الكبيره. تمام. ودي موجوده حاليا في الصالون برضو، موجوده عندنا في الصالون. يعني افضل نوع صبغه الصالون الفري امونيا. الفري امونيا. احنا كنا هنسال برضو تحت سؤال، يعني كلمنا اكتر بقى دام حضرتك اتكلمت. تمام. عنه كلمنا عن الفري امونيا، يعني دي اصلا ايه؟ الفري امونيا دي صبغه زيت. اوكي. احنا في الصبغات صبغه زيت. صبغه زيت. أوكي. دي الامونيا عامه دي نشادر. تمام. في صبغه قوتها في النشادر بتاعتها قويه جدا وبتعمل حتى مشاكل في الحته وانت بتعمليها. جدا نفاذه جدا. طبعا. فدي بتبقى قويه، لكن في الصبغه زيت ديت اللي هي طبعا بتبقى موجوده في صالونات كتيره، صالونات كبيره جدا، دي مفيده جدا للشعر دولا وما بتضروش، وبالعكس بتدي لمعه حلوه جدا. فهي النشادر هي بس اللي تبقى قويه. تمام. فيها وبتدي الشعر، ما بتديش صحه، ما
بس هي دي الفري امونيا والغير امونيا. حضرتك بتستخدم الفري امونيا في الصالون بتاعك؟ طبعا. طب هل بقى نستغل الموضوع، هل مشاهدي توتا سيكريتس ولمتابعي بيدج توتا حسن في الصالون عند سيادتك هتعمل ديسكاونت؟ طبعا في ديسكاونت كبير جدا طبعا. ده لازم ده لا معلش احنا مهتم جدا بحوار البرنامج ده. عيني ليكي طبعا يا استاذه توتا. ميرسي جدا مسيو صادق. مسيو صادق ممكن تكلمنا عن طرق تغذيه الشعر سواء بالبوتكس او بالكولاجين او البروتين، وايهما افضل لشعر المراه المجهد؟ خلينا ندي مفهوم صحيح الاول عن الثلاث حاجات. اولا في المفهوم بتاعنا حاليا ان البروتين بيفرد، البروتين ما بيفردش، البروتين بيغذي وبيطري. اوكي. بالنسبه للبوتوكس بيفرد بنسبه 99%. يعني البوتوكس هو اللي بيفرد؟ طبعا. وبيدي لمعه وبيفرده وبيخليه كويس جدا. أيوه. الكولاجين للشعر الناعم اللي هو عايز يبقى فيه لمعه وفيه يعني ايه طري الشعر، يعني اللي هو مش عايز يفرد خالص، ده المفهوم الصح. اوكي. لكن في ناس كتيره جدا بتجيب حاجه اسمها فورمالين. أيوه. ده بيتحط طبعا على المواد ديت، ودي المفروض اللي هي بتبقى في الماده ذات نفسها بتدي يعني بتحافظ على المنتج. ايوه. لكن في ناس بتجيبها عشان تفرد الشعريه، ودي مضره جدا للشعر. مضره جدا للشعر. بما ان توتا سيكريتس بتتكلم عن حواء وادم، تمام، هل فرد الشعر في بعض الرجال ممكن يستخدموه لو شعرهم مجعد قوي؟ طبعا. يعني بينفع؟ اكيد طبعا. قبل ما ميسي صادق يرد معانا، مدام كريمه على الفون بقالها فتره طويله. اهلا وسهلا مدام كريمه، صباح الخير. اهلا بك. صباح الخير. اهلا يا فندم. خير. صباح الخير عليكم. كنت عايزه اسال بس ميسي صادق على شعر اللي بيقع. اتفضلي يا فندم. ميسي صادق مع حضرتك النهارده جاي يجاوب على كل اسئلتنا. صادق جاي يجاوب النهارده على كل اسئله حواء فيما يخص الشعر يا فندم. والله لقاء جميل. احنا سعداء بمتابعه حضرتك لتوتا سيكريت يا فندم. ربنا يخليك حبيبتي. صباح الخير. صباح الخير. اولا يا استاذه كريمه، يعني الشعر بينتج عن تساقط، ان احنا في عدم تغذيه مباشرة للجسم، وعدم تغذية بالفيتامين اللي بيتاخد كويس جدا الجسم، وبالذات الأوميجا 3 اللي هو مفيد جدا للشعر. ده قبل حاجة. ثانيا الحالة الصحية تبقى لازم، والحالة النفسية دي أكيدة قبل كل حاجة. ثانيا استخدام شامبو يكون خالي من أي مواد كيميائية خالص، وحمامات كريم تبقى مفيدة جدا للشعر، لازم تتعمل كل مثلا 3 أيام على الأقل، ودي اهم حاجه. والنوم بقى ده اقل، يعني دي اكبر نسبه للعلاج الشعر والبشره كمان. يعني انت حضرتك بتقول النوم؟ يعني طبعا. ساعات النوم لازم تبقى، ما تقولش عن 8-9 ساعات. اوكي. لازم عشان بصيله الشعر تاخد التغذيه الكامله طبعا بتاعتها. احنا عندنا جسمنا بيفرز هرمونات كل 8 ساعات، كويسه جدا للجسم والبشره والشعر في فتره النوم. طبعا. ميرسي جدا من دخلتك يا مدام كريمه. مدام كريمه، حضرتك ممكن تكلمنا بشيء من من التفصيل عن جهاز ترميم علاج بصيلات الشعر في الشرق الاوسط؟ لان احنا انا عارفه ان حضرتك واخد كورسات، واخد شهادات. أيوة طبعا. وكمان واخد شهادات تقدير. تمام. فيما يخص هذا الموضوع. تمام. البصيلات خلينا نتكلم مفهوم علمي افضل. أيوة. ان جهاز الترميم اللي هو ستين بوت ده. أيوة. على مستوى العالم كله، مش على مستوى ده، على مستوى العالم كله. اوكي. وده استخدامه لازم يكون كويس جدا، ويكون اللي بيشتغل فيه يبقى واخد كورس فيه كويس جدا، لان يكون عنده باك جراوند كويس. طبعا طبعا. لان في ناس بتستخدمه استخدام سيء، استخدام سيء جدا. طبعا ده لازم يكون فيه ماسك كويس جدا ليه، ده متخصص فيه، ولازم اللي بيعمله لازم يبقى فاهم ازاي طبيعه الشعر، هل الشعرايه دهنيه، هل الشعرايه جافه، على حسب الحمام الكريم اللي هيستخدمه. اوكي. طب احنا برضو معانا مداخلات كتير، ومعانا استاذ زكريا. استاذ زكريا من دمياط تقريبا. ايوه. استاذ زكريا صباح الورد. استاذ زكريا للاسف الخط قطع. شكرا استاذ زكريا. ان شاء الله تعود الاتصال بينا استاذ زكريا. انا عايز اقول لك في مداخلات كتير جدا، واحنا مش عايزين نتكلم مع الضيف، احنا عايزين حلقه مداخلات فقط. والله يعني انا سعيده جدا جدا بمشاهدي توتا سيكريتس ومتابعتكم لينا، سعيده جدا بآدم اللي بيتابعنا. طبعا. ناس جميلة تسعة الصبح تتفرج. أيوة دي ناس عظيمة جدا. طبعا. ناس كلها نشاط وحيوية. ميسي صادق، عايزين نتكلم بقى عن نسيب الشعر شوية، تنظيف البشرة.
هل يعني البيوتي سنتر عند حضرتك بيعمل جلسات تنظيف بشره وجلسات تنظيف البشره الخاصه بالسكين كير كل قد ايه بالظبط بتتعمل؟ هي المفروض اللي هي في الاسبوع مثلا على الاقل مره على الاسبوع. في الاسبوع؟ في الاسبوع مره. تمام. وبالافضل ان هي ما تكونش بالنهار. لان احنا لما بنيجي ننضف تنظيف بشره اذا كانت حساسه او دهنيه او جافه احنا عندنا برضو هي نفس الناتج بتاع الشعر هو نفس الناتج بتاع البشره. احنا عندنا عوادم لما بتيجي تعملي تنظيف بشره في اي كوافير او اي صالون بتيجي تعمليه بالنهار. في عوادم المسام بتفتح بتاعه البشره فبيتعرض ل طبعا بيتعرض للعوادم طبعا طبعا فبتنتج عنه ان في دهون بتطلع في البشره. ايوه في حاجات كتير جدا كتير انا جدا انباطي يعني جدا بعد بعد الجلسه بيبقوا اكيد طبعا. وفي ناس كمان بتستخدم سوري الصابون والكلام ده كله بالليل اللي هي عايزه تغسل وشها. غلط طبعا. اكبر غلط لازم مفهوم تنظيف البشره ده يكون مفهوم سليم جدا 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 طبعا الطريقه الصح. طب احنا معانا ام عبد الرحمن من الجيزه. صباح الخير يا ام عبد الرحمن. صباح النور. نورانا بمداخلتك الجميله في توتا سيكريت. صباح النور. عليكم السلام. وعليكم السلام. حضرتك من فضلك ام عبد الرحمن وطي التلفزيون واسمعينا. ممكن اكلم البشر؟ عايزه حاجه لشعر بنتي عندها 5 سنين هايش خالص. 5 سنين شعرها هايش خالص. اوكي تمام حبيبتي. مسيو صادق هيرد عليكي. مسيو صادق هيرد على حضرتك دلوقتي وشكرا ليكي للمداخله يا فندم. شعر الهايش بصي هو في ناس كتيره جدا بيستخدموا في زيوت طبيعيه جدا ودي مفيده جدا للشعر. في زيوت مضره جدا جدا للشعر في الشعر الهايش طبعا. احنا عايزين نستخدم حاجه يعني لازم حمام كريم يكون كويس جدا ماسك للشعر كويس جدا. طيب. زائد لازم يكون شامبو بدل طفله لازم يكون خالي من اي مواد كيماويه. أوكي. والافضل موجود في السوق يعني حاليا. واحنا عارفينه كله طبعا. زائد ان احنا بعد حمام كريم دوت لازم يكون بالليل زي ما اتكلمنا عن الماسك طبعا. لازم بعد كده ما نوصلش حمام الكريم او الماسك لجذور الشعر لان ممكن شعرها يكون دهني فيربي قشره فده صعب جدا. لازم على الاقل يبعد عن الشعر 3 سم. بالنسبه للشعر هايش لازم اي سيرم اي زيت يكون طبيعي جدا يتحط ما يتحطش على فروه الشعر لان لو حط فروه الشعر هيدمر البصيلات ذات نفسها. احنا ما نقربش حاجه من فروه الشعر. المعلومه دي قالتها دلوقتي. كنت لسه هقول لك احنا نستخدم منتجات لورانز ونعالج بيها الشعر. نعالج طبعا حلو جدا يعني احنا هندي لحضرتك منتجات لورانزو يعني طبعا ده شرف طبعا. عيني وتقيم لنا المنتجات بكل حياديه يعني شرف جدا في التقويم. بالظبط. مسيو صادق من فضل حضرتك اتفضلي ممكن تكلمني عن مشاكل البشره تمام سواء كانت دهنيه او حساسه او جافه وازاي صالون صادق توب بيعالج المشاكل دي وهل الصالون هو هيعالج طبعا المشاكل دي هل طبعًا. الصالون برضو نفس الجمله لمتابعي البرنامج ولمتابعي بيج توتا حتى يوم ديسكاونت اكيد يوم ديسكاونت كتير قوي اهم حاجه عندنا في البرنامج ديسكاونت. قبل ما حضرتك تجاوب على السؤال معلش نرد على المداخله مدام ناديه. صباح الورد. اهلا صباح الخير. صباح الخير يا وسهلا منورين منورين وتوتا جميله ما شاء الله وانتي قمر ما شاء الله عليكم. ميرسي يا فندم شكرا لمداخله حضرتك ان شاء الله. ميرسي نورتينا ومتشكرين احنا المتشكرين لمتابعتك الجميله. انت منوره بتدونا طاقه ايجابيه كده الصبح يخلوا اليوم جميل جدا. ميرسي يا فندم جدا شكرا. ليكي سؤال ليكي سؤال يا مدام ناديه. كنت عايزه اسال يعني لو انا شعري جاف شويه ممكن اعمل فيه ايه؟ يعني مشكلة الشعر جاف. الشعر جاف. الشعر جاف متقصف ولا شعر جاف فقط يا مدام ناديه؟ لا جاف فقط. اوكي ميسيو صادق يرد على حضرتك. ميرسي لمداخلتك يا فندم. احنا معلش عندنا كام مداخلات مش عارفين نسال ميسيو صادق وانا نجاوب على اسئلتك. هو في نوعين لو هي عايزه على المدى البعيد اللي هي ممكن تعمل لو شعرها جاف جدا ممكن تعمل بوتوكس. هي عايزه يعني ما تستهلكش بوتوكس ده اللي بيفرد وبيطري في نفس الوقت لو شعرها جاف جدا. اوكي تمام. وفي نوع مؤقت لو هي عايزه تعالج قبل ما تخش في موضوع التريتمنت عامه بتاع الشعر اللي هو ممكن استخدم حمام كريم تمام للشعر مع الشامبو اللي هو خالي من فرايد صوديوم اللي هو ما فيهوش كيميكال خالص. وده افيد لو هي عايزه تاخد تجربه كورس مؤقت لغايه اما تبدا تعمل البوتوكس او ايا كان. بس اتمنى ان ما تروحش لاي كوافير لان في كوافيرات معينه دلوقتي بيحطوا نسبه فورمالين على الشعر عشان تفردها مش عشان تطريها. تيجي بعد 3 اشهر شعرها بيهلك طبعا بيهلك جدا. فورمالين من اكتر الحاجات تم مش طبعا طبعا طبعا
فده اهم علاج ليها لشعرها لتطريان الشعر مع الزيوت طبعا الطبيعيه. طب احنا دلوقتي في اسئله عماله تجيلي من الكنترول روم، الخصم كام في الميه عشان الناس كلها عايزه تيجي؟ الخصومات عندك من 30% ل 50%. ثانك يو مستر صادق، حلو ثانك يو مستر صادق. 30% ل 50% كل متابعي برنامج توتا سيكريت يا جماعه اللي يروح لميسي وصادق، ميسي وصادق في المهندسين وحدائق الاهرام، وطبعا بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن مشاهدينا بنشكر حضرتك على نسبه الخصم الكبيره دي. قولي سؤالك بقى اللي مكالماتنا كتير قطعتنا بصراحه. معروف ان صالون صادق بيتميز بعلاج الشعر المصبوغ التالف باستخدام اولابلكس. تمام، فياريت حضرتك بقى تكلمني عن اولابلكس. اولابلكس ماده، اقوى ماده على مستوى العالم. ايوه تمام، دي بتفيد الشعر المصبوغ والتالف ولو كان شعرك فيه حروق في الشعر. حروق اوكي، دي بتعيد ترميمه بالاولابلكس. الله. ولو انت حابه تصبغي شعرك اش بلوند او لون فاتح جدا، أيوة، وحطيتي نسبه معينه منه ده، أيوة، لو حد واخد فيه كورس، لان أيوة لازم يتاخد فيه كورس، والكورس ده يعني كويس جدا للصالونات مش اي حد. أيوة ده بيتحط بيحافظ على الشعر، بيعالج الشعر، بيخليه اي لون انت محتاجاه، بيعالجه. هي الاشات بتهلكه جدا. طبعا بما اني بروفيشنال موديل، طبعا انا لازم اتابع الالوانات، فالالوانات الفاتحه بتتعب الشعر. بس هي في نقطه بسيطه جدا، لو حد استخدامه استخدام غلط بيتقلب عكس. بيتقلب عكس طبعا. أوكي. يعني هو بنسب معينه، نسب معينه جدا جدا جدا، عشان كده حضرتك درسه. طبعا لازم اخد شهادات فيه. طبعا واخد فيه شهادات كتيره جدا فيه، بالذات يعني الاولبلكس دوت انا بحبه جدا لانه بيحافظ على الشعر، وبالذات الايام دي في موضه مدة 2020 طبعا، اللي هي الاشات والجراي 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 من اللون الجميل جدا. طبعا في ناس كتيره جدا ما بتعرفش تستخدمه، أيوة، وبتروح فبتيجي تشتكي لي في الصالون بتاعي وتبقى خايفه لا تعمل اي لون. انا من الناس دي، انا من الناس اللي انا كنت بفكر الفتره اللي فاتت اعمل جراي. ايوه قالوا لي لا التفتيح بيبقى كتير قوي، بنقعد نوصل درجه تفتيح معينه هتهلك الشعر. قلت ستوب، الشعر ده بيعمل بيعمل كفرنج على الشعرايه طبعا، ما بيعملش حاجه. حتى لو سبتيه ساعتين ثلاث ساعات على بودره التفتيح او ايا كان، ما بيضرش الشعرية خالص، وبيندج نتيجة حلوة جدا جدا جدا. كورساتك واخدها مني يا ميسي؟ أنا والله واخدها من بيروت، والله من كفرات كتيرة جدا. أوكي. وفي كفرات هنا برضو ادوني كورسات، كانوا من لبنان وكانوا من فرنسا وكانوا ناس شاطرين جدا. كويس يعني. انت ما شاء الله عليك. يعني بروفيشنال وهايل ده الحمد لله، يعني منورنا في ميسي جدا ليك فهمت. والله تنصح السيدات المحجبات بقى اللي ازاي يحافظوا على شعرهم، يعني الناس اللي زي كده؟ أيوة. ازاي احافظ على شعري؟ معلش ده سؤالي، معلش ده سؤالي فعلا. صح، على فكره العواقب دي بتقابلني كتير قوي الايام دي، يعني بالنسبه للمحجبات وبيستخدموا استخدام سيء، يعني هم طبعا مغطيين شعرهم لفتره طويله. طبعا اهم حاجه الشعر ما يتحطش عليه الحجاب وهو حتى لو مندي على الشعرايه، وفي نفس الوقت ما احطش زيت، اي زيت، نوع زيت مش طبيعي على بفرة الشعر، والبس عليه الحجاب. الكمكمه في الصيف بتنتج حاجات كتيره جدا، قشره كتير جدا بتدمر الشعرايه. عايز ان انا اعمل مثلا البس الحجاب بتاعي وعايز احافظ عليه، ممكن ان انا اعمل الحمام الكريم دوت قبلها مثلا بساعه، قبلها بساعتين، ما مش عشان الحر اروح لابسه او حاطه الشعر مبلول، ما ينفعش. لازم اعمل حمام كريم بالليل قبل ما اخرج، اهوي مثلا خدت شاور اهوي شعري، بعد الشاور على او اسيبه حتى من غير براشنج، يعني مثلا ممكن احطه على شعري يبقى يندي بسيط قوي 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 قوي، والبس الحجاب. مش لازم البس حجاب يبقى شعري مبلول عشان الصيف، لا ده كده خطر جدا على الشعر. كده خطر جدا طبعا. فندم سمعت مقوله، فانا عاوزه حضرتك تقول لي مظبوطه ولا لا. هل غسيل الشعر المتكرر ده ضرر للشعر؟ مش حاجه كويسه طبعا، لانه ربنا سبحانه وتعالى بيخلق لنا زيوت طبعا طبيعيه وكده. ده انا سمعت الموضوع اكيد الماده. هل ده صح؟ احنا مخلوقين في شعرنا بماده كرياتين في شعرنا. اوكي تمام، ده طبيعي اتخلقنا ده طبعا. الكرياتين اللي هو بيغذي اكيد وبينعم الشعر طبعا. طبعا احنا الكرياتين ده اتمنع اصلا من مصر من مده طويله جدا. أيوة. وممنوع من دخول مصر اصلا لان هو بيجيب ماده سرطانيه. طبعا الكرياتين بيجيب ماده سرطانيه. طبعا لان هو في نسبه فورمالين عاليه. اوكي احنا لو هنتكلم بقى على الموضوع، فرد الشعر بالكرياتين اتبطل في مصر؟ اتبطل طبعا نهائي. بقى بروتين دلوقتي. طبعا بروتين وبوتوكس عامه. لو هنتكلم على موضوع، معلش اديل السؤال تاني ان انا دخلت اللي هو حضرتك الشاور، وان انا اغسل شعري كتير. يعني المفروض على الاقل كل 3 ايام مره. اوكي ثلاث، والافضل
ما ينفعش نستخدم اي شامبو داخله كونديشنر، لان ممكن شعرك يبقى دهني. أيوة. تمام. الشعر الدهني ده يتاثر بالشامبو اللي هو داخله كونديشنر. اوكي تمام. أوكي. يعني ممكن استخدم لو هقدر اجيب جونسون اللي هو الاخضر دوت. أيوة. افضل من الاصفر خدي بالك، لان هو الاخضر دوت منع الاشتباك. اوكي. مع حمام كريم بعيد عن جذور الشعر ب3 سنتي اهم حاجه. ما دي معلومه بقى اللي احنا خدناها النهارده من مدام شيماء ومن سيادتك. ان الزيوت او الحمام الكريم بيتعمل بعيد عن الشعر. بعيد عن الشعر طبعا. مش لان ممكن شعرك يبقى معلومه جديده، يبقى شعرك يبقى دهني، يربي قشره، يعمل حاجات كتيره جدا. اوكي. ميسي صادق للاسف طبعا الفقرات الجميله عندنا بتخلص بسرعه جدا بس ان شاء الله لينا لينا لقاءات الفتره الجايه. انا عايز انفرد بحاجه حصريه. لو حضرتك حابب تقول حاجه لمشاهدي توتا سيكريت. تمام. انا عامل طبعا عروسه فري لاي واحده عروسه يتيمه كل شهر. عندي في الصالون. الله حلو جدا. حلو جدا. اتمنى كل الناس تعمل كده. احنا ممكن من خلال التسكريت اصلا نعمل مبادره جميله جدا ان اي عروسه سواء من متابعي البرنامج او من غير متابعي البرنامج من العرايس الايتام او غير قادرين يعني الفتره الجايه هيبقى التعامل مع ميسي صادق وجهات اخرى كتير. وجهات معانا برضو مدام شيماء اتكلمت في نفس الموضوع برضو. الموضوع ده ودكتور موفق دكتور موفق برضو كان صاحب معنا صاحب مصنع سكاي فود للصناعات الغذائيه سبونسر شيب البرنامج. للاسف يعني فقرتنا الجميله مع حضرتك انتهى بسرعه حلوه. ميرسي جدا يا فندم. ميرسي جدا لكل الناس اللي بتمشي على نفس اللاين. ميرسي جدا. وحابه بقى يعني انهي فقرتي الجميله واللي تنهيها النهارده معانا حبيبتي الجميله توتا عشان تقول كام مفاجاه بقى معانا. قبل ما اختم حلقتي اعزائي المشاهدين احب اعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة برنامج توتا سيكريتس للأسبوع الأول، وهم أبرز متابعي بيج توتا حسن اللي ظاهر أمام حضراتكم على الشاشة، أصحاب أكثر لايك وأكثر تعليقات ومشاركة لبيج توتا حسن، وهم الفائز الأول الأستاذة طهرة سيد حسين، الفائز الثاني الأستاذ سعيد عباس محمد، الفائز الثالث الأستاذة فاطمة سمير غريب. ألف مبروك للفائزين. مبروك. وانتم كمان أعزائي المشاهدين محتاجة ان انتم تتفاعلوا أكتر مع بيج توتا حسن عشان تفوزوا معنا بجوائز البرنامج المقدمة من مصنع سكاي فود للصناعات الغذائية تحت رعاية رجل الأعمال دكتور موفق علي سبونسرشيب البرنامج، براند لورانزو لمنتجات التجميل الطبيعية تحت رعاية خبيرة التجميل مدام شيماء عبد الله سبونسرشيب البرنامج، رأي رسمي للبرنامج، خصومات من 30% ل50% على كافة الخدمات المقدمة داخل صالون صادق توب بالمهندسين وقريبا فرعه إن شاء الله في حدائق الأهرام تحت رعاية مسيو صادق الصغير، أيضا خصومات هائلة على كافة الخدمات المقدمة من بيوتي سنتر نيفرتيتي تحت رعاية مدام سما. للأسف الأوقات الحلوة بتخلص ولكن أسراري ما بتخلص. استنوني وسر جديد الحلقة اللي جاية الخميس القادم إن شاء الله 9 صباحا في قناتكم قناة الصحة والجمال. وإلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة أترككم في رعاية الله وأمنه مع أطيب أمنياتي وأرق تحياتي توتا حسن.